ممنوع يا ماما تحكي لها، لازم تضلك تحكي. بدي اخذ هذه. شهد عن جود. مرحبا فينا اليوم عطيه عن مين تحدي مع ماما. ماما اللي ماما تحكي لنا نعم بكل اشي. انا اجي على ماما وفاجئها بالتحدي. ماما اليوم بدنا نعمل تحدي يوم كامل تقولي يا ماما وافقي. طيب اوكي. هو اول طلب هو ناخذ ياقوت صاحبتنا على الالعاب. يلا تعال معنا. هلا نحن جهزنا رايحين ناخذ صاحبتنا توتة. كمان هم موز. يلا خلينا نشوف. يلا
بدنا نتمشى بالمول، وإذا لقينا الشغلة نطلبها. يلا معي. أظافر فيه. بدك أظافر يعني أنت؟ ما أنا سهلة. أنا بدي أطلب ماما. أظافر من ماما. أحط فيها المصاري. تمام. هذا اللون اللي عجبك؟ ماما. فرجيني. هلا حاطلب من ماما اذا تسمح لي اشتري هذا. احلاها ماما، انت ما اخذها اشوف. ها شعر الوان. شعر الوان. اوكي شهودة، شو اخذتي؟ في هداك الطوق اللي هناك شو فيه شهد اللي شفتيه؟ يا الشعر يا بابا اشوفه؟ طيب يلا اخترت شهود. كل اشي ازرق، بتحب اللون الازرق شهد؟ شعر بلون الازرق وبلون الاخضر والبنك. اوكي هموسي شو اخذتيه؟ واو هدول اخذتيه، كل هدول اخذتيهم. البحريه كمان، هاي كمان بوكلات، كمان هاي. طب يلا امشي. كمان هاي. اوكي ماما انا بدي زي شهد. اوكي شوفي وين في خواتم. هي في فوق خواتم، هي هم هون ماما. هي هدول هدول حلوين. شوفي هاي احلى الفكره. على شوفي نقيتها، شوفي الخواتم ترجعي. واو شو حلوين. اشوف حلوين. اوكي في كمان طلبات ولا خلاص؟ شهودي شو اخذتي؟ شو اخذتي شهود؟ أخذت خواتم، أخذت طوق، أخذت جزدان. وتوتة شو أخذتي؟ أنا اشتريت هدول. شو هاي كبار؟ طب شو رأيك هادي؟ طب بلوك بلوك لي. هذا للكبار بوزين. هاي للأطفال. شوفي هاي للأطفال. طول نهارك حتحكي يوم نعم نعم نعم. ممنوع يا ماما تحكي لها، لازم تضلك تحكي. بدي آخذ هاي. هاي طيب ماشي. لدينا هذول الأغراض العالمين، نكون خلصنا التحدي. ولا تنسوا تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب.